مدينه ام مدينه صيانه المصنع كان مهتم بالكامل بالصيانه التي اقدر وجيزه في هذا المصنع. ونتمنى في هذه اللحظه السعيده ان شاء الله بعون الله موجوده في البلديه وللاسف ما صارش يعني دوخه الى مصر. في مرور الذكرى 56 اكيد حبيت نشارك اليوم بصفه رجل مسرح بصفة أكيد الإعلام والشيء الكبير محمد عبد الهادي كسكسو، فنحن أكيد حنكونوا في صف واحد داعمين بالكلمة، ولو تمكننا حتى بالإمكانيات أكيد حنوصلوا، ولكن رسالة حابين نوصلوها أكيد نحن متفرجين جيدين على أبناء مدينتنا اللي ينقصهم بعض الإمكانيات، ولكن دائما حط في بالك أنك تكون مجتهد، أنك تكون تقدم جيد، لأن في ناس طمحين أن يكون في شيء جميل. محمد عبد الهادي كسكسو، محمد عبد الهادي كسكسو من مواليد 1908، ضغط الحكومة الإيطالية على محمد عبد الهادي باعتبار أن المصلحيات كان يدعو إلى التحرر وإلى الوقوف ضد الاستعمار، وهذه هي السبب المصلحة الليبي. هذه المحطة الأولى. المحطة الثانية فرقة المصلحي هو بما يتعلق